التساؤلات في الشارع التونسي لم تتوقف بشأن الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة الإرهاب في البلاد والأسباب التي تدفع بالشباب إلى الانضمام للمجموعات الإرهابية داخل تونس وخارجها مثل سوريا والعراق وليبيا. يورونيوز انتقلت إلى حي الملاسين في العاصمة واستطلعت بعض الآراء. اليوم نفتقد في تونس خاصة إلى التعليم الديني الصحيح. عندما غلق جامع الزيتونة، عندما غلق يعني المنبع الذي بفضله يعني ارتوى كثير من العلماء في تونس. خلال اليوم الماضيين قررت السلطات غلق عشرات المساجد التي يسيطر عليها متشددون يحاولون استقطاب الشباب المحبط. الفقر أول حاجة، بريمو فقر، ثاني حاجة عبادة فيها مش معناها تشوفها برشا عبادة مجرمة خارجة من الحبوس، هي ضغط عليها من الحاكم يجوا مثلا باش يعمل نصبه يعمل حاجه يضيق له الحاكم يودي اخويا يطيش هذاكم يعملوا له غسيل مخ ويدي من الجبل الشعام ويمشي يمشي يحارب ويمشي يقول لك الموت في السماء. ما عادش عنده حتى شيء، ما عادش عنده اي اسم من الحياه في، يقول لك برا خلينا نلبى حاجه مع ربي وكذا. وكانت تونس تعرضت هذه السنه الى ثاني اكبر هجوم ارهابي في سوسه بعد باردو. ويقول مفهد يورونيوز: انخراط الشباب التونسي فيما يسمى بالجماعات الجهادية أسبابه عديدة وظروفه معقدة، لكن الإجراءات الأمنية ليست الحل الوحيد دائما، فالفكر الإرهابي التكفيري لابد أن يحارب أيضا بالفكر التنويري. محمد شيخ إبراهيم، يورونيوز، تونس.